ايه المكسب الحقيقي ان انت تحدد مصير الحملة بتاعتك اذا كانت اعلانية او دعائية او ترويجية؟ المكسب الحقيقي ان انت تعرف تقيس خط سير الحملة بتاعتك، نجاحها من فشلها، ازاي تعدلها، ازاي توصلها مرحلة تانية على اساس سليم. ما تبقاش انت بادئ حملة في مفهومها دعائي تستنى ان العميل او المتلقي الاعلان او اليوزر يتفاعل معاك من اول كامبين او من اول بوست بتنزله او من اول فلوس بتحطها كاعلانات مدفوعة. الكامبين الإعلانية التفاعل معاها أسرع كتير من الكامبين الترويجية أو الدعائية. لما تيجي تعمل إعلان فأنت عايز تبيع منتج معين، ستوك معين عندك في المخزن، عامل عليه عرض معين، عندك خدمة سعرها كويس، فأنت تفكر كويس قوي في العرض اللي هتنزله، بتفكر كويس قوي في إيه الإغراء الحقيقي اللي هيخلي اللي يشوف الإعلان يتفاعل معاك ويدوس على المسج عشان يبدأ يتواصل معاك. الحملة الترويجية أو الدعائية ما تستناش منها أي مردود في أول شهر معاك لحد 3 شهور، تعمل حسابك انك بتنزل اعلانات متواصله عشان تبدا تقول للناس انا موجود ليه في السوق. قبل ما تعمل حمله دعائيه لازم تفكر كويس جدا ايه الميزه التنافسيه اللي انت هتبدا بيها. الميزه التنافسيه اللي هتخلي العميل يشتغل معاك انت والمنافس بتاعك لا. الميزه التنافسيه لازم توصلها في التصميمات بتاعتك باكتر من شكل وباكتر من طريقه، وتصبر عليها شويه لحد ما الناس تبدا تتفاعل معاها وتفتكرك. وصدقني مع الوقت العميل او المستهلك لما بيبدا يشوف الاعلان بتاعك اكتر من مره بيبدا يحس بشيء من المصداقيه هو اصلا ما لمسهاش. بمعنى ان الاعلان بتاعك لما يتشاف مره واثنين وثلاثه واربعه، العميل ذات نفسه يبدا يتكلم عن المنتج بتاعك او عن الشركه بتاعتك على انه يعرفها وعلى انها شركه موثوق فيها. الثقه دي بتجيله منين؟ من الدعايه ومن الحمله الترويجيه اللي انت عملتها. الحمله الترويجيه لازم يجي بعديها حمله اعلانيه، او بمعنى صح يفضل يجي بعديها حمله اعلانيه، ان انت بعد ما الناس تبدا تثق في المنتج بتاعك وتشوف الاعلانات بتاعتك تبدا تبيع او تبدا تعمل الاوفر بتاعك وتشوف النتيجه بتاعتها عامله ازاي، وان شاء الله هيكون النتيجه بتاعتها كويسه جدا. لو انت بيزنس اونر عندك بيزنس بقاله فتره في السوق، لو عايز تعرف الميزه التنافسيه الحقيقيه اسال العملاء بتوعك، اسال العملاء بتوعك وصدقني هتذهل من النتيجه، هتسمع اراء وهتسمع مميزات انت نفسك ما كنتش بتفكر فيها. الحمله الدعائيه دايما بترتبط او بتعتمد على الاحساس اللي بتوصله للمستخدم اكتر منها مميزات المنتج. لما تيجي تسمع ريد بول تيكا جوانح، لما تيجي تتفرج على اعلانات بيبسي مثلا، اعلانات بيبسي دايما مرتبطه دايما بالفرح وباللمه، بلمه الصحاب ولمه العيله، هو بيبيع لك الاحساس مش بيبيع لك المنتج. تيجي تفتكر ماكدونالدز وايه اخر شعار اشتغل عليه؟ ماكدونالدز اسرع دليفري في مصر. ماكدونالدز عمل حمله ترويجيه لحد دلوقتي اثرها شغال، ما بيقولش خالص ولا الساندوتش بتاعي طعمه حلو ولا سخن ولا رخيص، بيقول اسرع دليفري في مصر. لما تيجي تروج المنتج بتاعك دور على التأثير اللي هيسيبه أو هتسيبه الحملة عند المستخدم أو عند متلقي الإعلان. لو عايز تعرف ليه وجع القلب ده كله وليه الكلام الكتير ده في حاجة أصلاً ممكن تكون بتعدي عليك وأنت ما بتاخدش بالك منها، الفكرة كلها إن أنت لما تيجي تعمل الحملة بتاعتك، لما تيجي تبدأ الحملة بتاعتك ما تستناش مردود مش واقعي. ما تستناش اللي أنت دفعته في الحملة الترويجية بتاعتك إنه يرجع لك من أول شهر. لازم تكون عارف ان انت هتصرف وهيرجع لك بعد قد ايه. لما تكون عامل حسابك انه هيرجع بعد سنه والمردود تلاقيه اثمر بمعنى اصح بعد 6 شهور، دي حاجه كويسه اكيد هتفرحك. لكن لما تكون مستني المردود بتاعه يجي بعد شهر وتلاقي نفسك صابر شهر واتنين ما يحصلش اللي انت متوقعه، اكيد هتحبط واكيد هتفهم ان الحمله بتاعتك فشلت وان انت لازم تدور على حل تاني.